كريم، الناس بتشوفك من وانت طفل صغير وانت بتشارك في اعمال مهمه جدا. كان اول حاجه شمسي الزناتي ولا حاجه المولد مع المولد. زعيم انت اللي كنت التايه؟ انا كنت باراكوتا الصغير زعيم هو صغير. بعد كده لعب مع الكبار وشمس الزناتي. انا اول ما مثلت ضربت 3 افلام مع الزعيم. كانوا صح 3، المولد اللي لعب مع الكبار شمس الزناتي وبعد كده الجراج. قالوا لي انك في شمس الزناتي اتخضيت خضه مرعبه جدا. الاول خلينا نشوف كريم وهو في شمس الزناتي يا جماعه. افتكر كده ايه ايام البراءه. واحد يوقع كلامي مش بريء ولا حاجه. ده كان اول واحد يوقع من الابطال. كان زمانه عايش في الفيلم يا كريم. انا بتشتم لحد دلوقتي. كنت خليك عبد الله. والله انا مره كنت بتفرج على الفيلم مع اصحابي على القهوه ولا ما يعرفوش بقى ان انا كبير. فانا قاعد وانا بحب الفيلم، الفيلم عموما من الكلاسيكيات حتى لما مزجته بتشتغل الناس بتتفرج. فانا قاعد بكاله وبعدين المشهد جه فلقيت واحد يا عم يرجع باين على القهوه. قلت له عم تشتمه ليه؟ قال لي يا عم اصل كل مره بيجري عليه كل مره بيموت. انت مستني يعني ان هو المره اللي جايه يعني يمكن حاجه تتغير؟ ايه اللي يعني هو لما يجريش عليه يعني عارف المشهد ده اتعاد على فكره. وطبعا زمان كان كاميرا السينما 35 ملي وحاجات كده وكان انتاج المشهد الخام لما كان بيتعاد. ما تقوليش بسببك. بسببي كمان يعني سبب موته. انا ما اعرفش ان في فيوزات دم هتطلع. وانا كنت محمود الجندي لما وانا كنت متعلق جدا باستاذ محمود الله يرحمه قوي يعني. هو فعلا كان يعني الدور كان حقيقي. انا كنت بروح اقعد معاه هو بس. فانا فجاه بجري عليه فجاه لقيت الدم بيطلع. ده اول تيك يعني. اغمى عليا. بريك بقى والنهار بيقع وبيلطموا ويدوروا على بدله سبير لاستاذ محمود واستاذ عادل. انت اتخضيت من الدم. افتكرت افتكرته مات بجد. ايوه. وبعد ما فوقت بقى استاذ عادل امام طابيت يلا يلا وروله اسمك اهو عايش اهو. طبعا بقى ركبوا الحاجات وقالوا لي مفيش بدله سبير تاني ولا تاخده في حضنه ياخدك في حضنه وتقعد. قلت لهم خلاص ماشي وتعلمت بقى. يعني له بصمه في الدراما طبعًا يعني طبعًا. الراجل بوظ ال بوظ الفلوس اتقدرت. سلامه روح شوفوا عرب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.